فقوله عز وجل واعبدوا الله أمر، قلنا إن الأمر نهي عن ضده، ما الذي بعدها؟ نهي ولا تشركوا به شيئا. ومن ثم فلا تتم عبادة للإنسان إلا إذا اجتنب الشرك، فقوله عز وجل واعبدوا الله جملة ولا تشركوا به شيئا جملة، وكلتا الجملتين متلازمتان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.